قال فهد: لا، انت اكيد تسطيتي، علاش كتكذب على البنت؟ اشنو باغي تاني منها؟ هدر. وهو يقول جهاد: ما كذبتش عليها، انا كنقول لها الصراحه، زهره وعمران هما والديها الحقيقيين. قلت له: سكات، ما تزيدش تكذب عليا، ما يمكنش يكونوا هما والديا ولا حنين الميتم. وبديت كنبكي، اصلا فهد قال لي هما ولدوا ولد واحد ومات. قال له فهد: اه بالصح هادشي اللي كان. وهو يقول جهاد: ولد وبنت وما ماتتش، بقات حيه وهي انتي. سديت ودنيا بايدي وقلت له: سكوت صافي سكوت، ما بغيتش نسمع، ما بغيت نسمع والو، انت كتفلى عليا، هادي غير شي لعبه جديده درتيها عليا انت وجوديا وسلطانة. قال فهد: والله وتكون هادي شي خطه جديده متفق انت وديك خيتي عليها، يحتى ندفنك حي. قال جهاد: انا عارف باللي الموقف صعيب شويه، ولكن انا كون كان في نيتي اديك، راه ما غاديش نجي نصارحك ونجمع شملك مع والديك، تيقي بيا. قلت: حلف حلف باللي هما بالصح والديا. قال: اقسم بالله شمس باللي هما والديك. درت عند فهد وكنقول له: فهد سمعت سمعت، انا عندي والديا، والديا عايشين، كانوا حدايا وقراب مني. وانا ندور عند جهاد قلت له: ولكن علاش خلاوني؟ قال: ما خلاوكش. قلت له: ما تقولش ليا تاني باللي السبب هي سلطانة. جهاد هز راسه بآه وقال: هي السبب. قلت: ما فهمتش، كيفاش هي السبب؟ وهو يقول جهاد: اللي عارف انا في هاد الموضوع باللي الحاج والحاجة تزوجوا، ولكن ربي مرزقهمش الدرية، حتى دازت 7 سنين تقريبا عاد حملات الحاجة زهرة، وفي الشهر اللي كانت غدا تولد فيه كان الحاج مشى في سفر ضروري، وسلطانة بقات مع اختها في دارها، وقدر ربي وكتاب انها تولد في ذاك النهار بالضبط اللي الحاج سافر فيه، وما ولداتش ولد، ولدات بنت واللي هي انتي. معرفتش كيفاش دارت سلطانة وصاحبتها ديك القابلة، واش كانوا متفقين على الخطة من قبل. المهم اللي قالت باللي الحاجة ولدات وما وراوهاش شنو ولدات، حيت هذيك القابلة دبرات في تربية ميتة، وفاش رجع الحاج من السفر علموه باللي تزاد عنده ولد ومات. بلع طريقي كانت تنفس بصعوبة. قلت: ولكن علاش صدقها؟ علاش ما تأكدش؟ وهي علاش جابت ولد بدل بنت؟ قال جهاد: اصلا حتى واحد ما كان شاك، حيت شافوا التربية ميتة، والحاجة كانت غارقة في الحزن والبكاء على الولد اللي تسنات سنين، والحاجة رضى بقضاء الله وقدره ودفن ولده. قلت له: وانا اشنو دهرت ليا؟ قال جهاد: خداتك نفس المرأة اللي خدات فهد الميتة. قال فهد: وعلاش غدا تدير هاد الشي كامل؟ واش كاين شي حد كيدير في اختو هكا؟ قال جهاد: يمكن الغيرة، الشر اللي فيها ما خلاهاش تشوف شي حد مرتاح وعايش حسن منها، واخا يكون هاد الحد هو اختها. قلت له: وعلاش رجعت خداتني من الميتة؟ وهو يقول جهاد: كيف ما قلت لك قبيلة، كان هدفها تزوجنا وكل شي غادي يرجع ليها، وانا اصلا عشت مع سلطانة سنين، وعمري ما شفت ماما زهرة جات عندها او لا تلاقى. وهو يقول جهاد: حيت قطعوا علاقتهم بعدياتهم ملي الحاجة تكفلات بفهد، ما بقاوش سمعوا شي خبار على بعدياتهم من تما، وحتى العائلة اللي تسولوا تجمعهم قليلة، واللي كاينين مفرقين وكل واحد في بلاد. قلت له: وانت باش عرفتي باللي هادوك الناس اللي هضرات ليك عليهم هما نيت الحاجة زهرة والحاج عمران؟ قال: من السمية والعنوان، ماشي شي حاجة صعبة أنني نلقاهم، ورا كل شي كان واضح قدامي. قلت: ما عرفتش، تخربقت،
وشفت في فهد وقلت اشنو غدا ندير دابا؟ قال غدا تمشي عند والديك شمس. مسحت دموعي وانا كنضحك وقلت اه غدا نمشي عند ماما وبابا. جريت فهد من ايدو وقلت له دابا نيت يلا نمشي. قال شمس فرحت ليك والله لا ربي عوضك. قلت الحمد لله، اكثر حاجه مفرحاني ان والديا عمرهم ما تخلاو عليا وما لاحونيش. ودرت عند جهاد وقلت له كلمه شكرا ما كافياش باش توفيه حق هادشي اللي درتي، ولكن شكرا على كل شيء. ابتسم وقال ما درت والو، الحقيقه كانت شي نهار غدا تبان. ودرت عند فهد وقلت له فهد اش غدير مع اخوك؟ واش ما كتشوفش فيه كيتسنى فيك؟ تعانق فهد وجهاد عناق قوي وقال له صور من بين هاد الناس كاملين تطلع انت خويا. بقاو معانقين شحال، ومن بعد مشينا لعند بابا وماما. غادة وانا غنطير بالفرحة، كنتسنى على احر من الجمر ندخلو للحي اللي كاينه فيه الفيلا، وحسيت بقلبي رفرف من الفرحة فاش دخلنا مع الباب الكبير ديال الفيلا اللي كان مفتوح. توسطنا الجردة اللي فيها النافورة، ولمحت بزاف ديال السيارات من النوع الفاخر مسطرين على الجوانب. جمعت الابتسامة وقلبي ضرب خوف وما عرفتش علاش، ولكن واحد الإحساس خايب راودني. نزلنا من الطوموبيل وتوجهت للباب ديال الدار بخطوات سريعة. فجأة تقالت حركتي وسديت عينيا فاش سمعت هذا الصوت. ديما كنت كنرتاح فاش كنسمعو، حتى اليوم حسيت بالرعب والخوف. كان صوت القرآن مجهد. فتحت عينيا وفكرة واحدة هي اللي اقتحمت تفكيري، ماشي ديما كتكون النهاية سعيدة، واللي ما مكتبالوش شي حاجة ما غاديش يشوفها. النبض تقال ورعشة بحال السمسرات في جسمي. سديت عينيا كنحاول نتنفس، وآخر حاجة حسيت بيها هي الخبطة القوية اللي تخبط جسمي على الأرض. فتحت عينيا بتطاول كنشوف غير دبابة قدامي. حاسة بجسمي مرخي فوق فراش رطب ومريح، ما قادراش نحركه وراسي عطيني صداع. رجعت سديت عينيا ولكن الأصوات كانت عالية ما خلاتنيش، وعرفت راسي راني في السبيطار. كنشوف في فهد كيبكي، علاش عليا؟ واش كان خايفني للموت؟ قلبي زاد وجعني كتر عليه، ما بغيتوش يتألم بسبابي ولكن ما بإيديش. وشهقت فاش تفكرت شنو السبب اللي وصلني لهنا، كأنه داكشي اللي عشتو كان مجرد حلم. هز راسو وشاف فيا بخوف، قلت له فهد. زير على ايدي وحطها جهة قلبه وقال قلب فهد. بديت كنبكي وقلت له ماما ماتت. هز راسو بالله كيمسح دموعه وقال ما ماتتش باقا عايشة. بديت كنبكي وقلت له ما تكذبش عليا، انا سمعت صوت القرآن في الدار، كانوا الناس بزاف. قال والله العظيم هي عايشة، فاش سمعت بموت ختها دارت العزا في الدار. نهدت براحة وسديت عيني، قلت حتى واحد ما مات. ريحته سيطرت على حاستي ورعشة سرات في جسمي ملي حسيت بقربه. قال انا اللي مت شمس. شفت في فهد وقلت له واش عاودتي لماما وبابا؟ قال عاودت لهم كل شي اللي عرفته وقلبي. قلت له فينا هما؟ بغيت نشوفهم. وفين سناء ويوسف؟ قال كاينين برا، ما خليتهمش يدخلوا حتى تفيقي، بغيت عينيك يتحلوا عليا انا الاول. قلت له عافاك، عيط لهم دابا بغيت نشوفهم. هز راسو بوخا وتحرك باتجاه الباب. هزيت عيني لسقف الغرفة حابسة دموعي ما ينزلوش. وجهت نظري للباب
وطل موراه بجوج ماما وبابا. ابتسمت كنشوف فيهم وطرت لعندهم وتلاحيت في حضنهم. شديت ماما ايديا كتبوس فيها وبابا كيبوس جبهتي وانا سادة عيني وكنبكي. حاسة بدموع بابا غطى وجهي ودموع ماما كيطيحوا على ايدي. طلعت بشفايفها كتطبع قبولاتها على كل بلاصة فيا حتى وصلت لوجهي. قالت بنتي بنتي يا حبيبة كبيتي رجعتي ليا. وقال بابا وهو كيبكي الحمد لله ربي كبير الحمد لله، وهز ايده لفوق والدموع في عينيه. يا ربي يا ربي لك الحمد والشكر. بقيت معنقاهم شحال ما بغيتش نطلق منهم. قلت كنت خايفة ما نشوفكمش. تلاحت عليا ماما وعنقتني كتبكي وهي تقول الله ينجيك يا بنتي، الله يطول لي في عمرك الحبيبة، ما غاديش نسامحها، عدباتنا وعدباتك. قلت ماما انساي الله يسامح ليها، المهم دابا تجمعنا. فهد عنق ماما وقال ميمتي بارك عليكم من البكا، هانتو ما تجمعتو دابا، واش كل شي كتبكيو فيه؟ بابا كيمسح في دموعه وقال دموع الفرحة ولدي. ضحكت ماما وقالت جمعت ولادي حدايا بجوج الحمد لله، شكون كان كيقول فهد وشمس يكونوا خوت؟ فهد تصدم وقال اشنا هو الحاجة؟ عارفي راسك اش كتقولي، انا وشمس مزوجين وقريب غنجيبو لكم شي حفيدة ان شاء الله. بدا كل شي كيضحك على فهد حيت تخلع من كلمة خوت. ضحكت ماما وقالت ما قصدتش خوت خوت، ولكن راكم بجوج ولادي. قال اه ولادك ما قلناش لا، ولكن شمس مراتي. ما تعاوديش ديك الكلمة ميمتي راه كتصعرني. وجات سناء ويوسف طلوا عليا والحمد لله وليت بخير وخرجنا من السبيطار. ودازوا الايام وماما ما كتفوتش فرصة باش تعرفني على الناس اللي كتعرف، وأصرات باش تدير لي العرس. وداز عرس ولا في الأحلام، وتودعنا مع الناس ومشينا لدارنا. وصلنا وهز لي بين إيديه وطلع بيا في الدروج بخطوات ثقيلة وعينيه مركزين على عينيه. وصل للبيت وفتح الباب ودخلنا وسدو برجليه، حطني فوق السرير وجمعت ايدي كنفركهم بتوتر بحال لأول مرة غادي نشوفه، وبحال ما دوزناش هاد الفترة كاملة عايشين مع بعضياتنا. حيد الفيستا ونزل على ركابيه وحاوط خصري بإيديه وقال غادي ندير واحد الحاجة كنت متمني نديرها شحال هادي. قلبي ضرب بقوة وشفت فيه باستغراب وقلت له اشنا هي هاد الحاجة؟ قال هانا جاي. وقف وقلت له فين غادي؟ قال غادي ندوج ونرجع ونعاونك تحيدي الكسوة. قلت له حتى انا بغيت ندوج نحيد عليا العيا. هز راسو بوخ وعاوني حتى حيد الكسوة، ادخل الحمام وهز فوطة وداكشي اللي يحتاج وخرج. وهو يقول دخلي الدوشي انا غادي نمشي للدوش لافر. هزيت راسي بآه وتنفست براحة من اللي مشى وخلاني على خاطري. حاسة بالتوتر والخلعة ما عرفتش شنو السبب، يمكن الإرهاق ديال النهار ويمكن كمية المشاعر اللي تخلطوا عليا. توجهت للحمام دوشت دوش خفيف وخرجت لاوية عليا فوطة وشعري كيقطر بالماء. لبست دو بياس ولويت شعري بفوطة وتقابلت مع المرايا كندهن بواحد الكريم. ابتسمت بفرحة فاش تحسست كرشي. سديت عينيا اللحظة كنت خايل بنتي ولا ولدي كيناديوني باسم ماما. رجعت لوعي وفتحت عينيا على صوت الباب اللي تسد. كان فهد شعرو نازلين منه قطرات الماء على صدره العالي. قرب مني وحاوط خصري بإيديه وطبع قبلتين على كتافي بجوج دبت معاهم. وريحته هزاتني العالم تاني، حرك سبابته على خدي مرجعني من العالم اللي غرقت فيه. وقال بابتسامة
لبسي عليك وأجي نصلي وجوج ركعات. ابتسمت وقلت واخا، لبست عباية ودرت زيف، وقفت وراه بعد ما فرش لي الصلاية، ووقف قدامي باتجاه القبلة لابس فوقية في البيت. حسيت براحة كبيرة حيت عشت هاد اللحظة مع الراجل اللي كان بغي، وتمنيت حياتي تكمل معاه. لحظة كان حس فيها باللي ربي رضى عليا، واش معنى على داكشي اللي كيبغي واللي هو الحلال. قرب مني ودار وجهي بين ايديه وباس راسي وقال انا كان وعدك، وربي شاهد باللي غادي نبغيك اكتر من روحي، وغنبقى وفي ليك وحدك، وغادي نعاملك بما يرضي الله، وعمرك غادا تنعسي وانتي باكية ولا مجروحة مني، وعمر ما غتنقصك شي حاجة وانا موجود. غادي نديرك في عويناتي، غادي نديرك في عينيا، انتي وولادنا ان شاء الله. الله يقدرني ونعوضك على اي حاجة خايبة عشتيها في حياتك. شمس هزيت في عينيا وانا كنبكي. قال بغيتك توعدين، عمرك تخبي عليا شي حاجة كيف ما كانت ولا تكذبي عليا، والحاجة اللي ضراتك نكون أنا أول واحد يعرفها. وعديني يا شمس. شديت إيديه وشفت فيه وقلت له وعد مني يا فهد. سديت عينيا كنسمع دقات قلبه وكنستنشق ريحته. بقينا هكاك لمدة طويلة وهو ما ساخيش بعد، وأنا تمسكت بحضنه كنغرس أصبعي في ظهره، حسيت بأنفاسه تسارعه وزاد زير عليا بنضلوعه باغي يدخلني فيه. سديت عينيا مستمتعة بقربه والأمان اللي كيمدني به، وأنا حاطة راسي على صدره. لمسات إيديه حنونة وأنفاسه الدافية ودقات قلبه المتسارعة، تفاصيل كتنسيني في أي حاجة عشتها خايبة، كتنسيني حتى في راسي. طبع قبلة دافية في عمقي طرت معها للسماء، حسيتني باللي أنا الأنثى الوحيدة في العالم. رجع شاف فيا فاش حس بضربات قلبي قوية، غرقت في لون عينيه اللي كيسحرني. دورت إيدي على كتفه مقربة وجهي من وجهه حتى اختلطوا أنفاسنا. شفت فيه بحب كان وصل ليه نظراتي وشوقي ولهفتي عليه، وغصنا في عالمنا الخاص اللي ما كان حسه فيه بوالو غير دقات قلوبنا المتسارعة ولمساتنا البعض. في الصباح فقت قبل منه، تحررت من بين ايديه بصعوبة، وطبعت قبلة خفيفة على شفايفه، ودخلت الحمام درت روتيني الصباحي ووجدت الفطور. دازت مدة قصيرة وهو يفيق فهد، فطرنا وقال لي دير لي مفاجأة، غادي نمشي ونسافروا في شهر عسل. مشينا لشحال من المدينة ودوزنا أوقات زوينة، كنت يلاه ساليت الفطور وطلعت لبيتي نقرا شوية حتى اتصل بيا رقم غريب. هزيت تليفون وحطيته على ودني واتصدمت من اللي سمعت الصوت كينهج وغالب عليه العيا. قلت كيفاش فين؟ واخا واخا هاني جاية دابا. قطعت الخط وقفت لدقايق كنستوعب الصدمة. سديت عينيا ونزلت دمعة سخونة حرقتني. لبست حوايجي بلا عقل وهزيت تليفون وصاكي درت فيه لاكارت ناسيونال والفلوس، وخرجت وتلاقيت مع ماما في الباب. ما قدرت نقول ليها والو حيت كنت زربانة ومخلوعة، خليتها كتعيط وجاوبتها بكلمة واحدة باللي غادا نتصل بفهد. طلعت للطوموبيل وقلت للشيفور يوصلني للمكان. حطيت ايدي على قلبي كنهد النبضات واللي تسارعوا بالخوف والصدمة. كنت تصل بفهد مرة وجوج وثلاثة، تليفونه طافي. عادت فكرت باللي هو في اجتماع، خليت ليه ميساج باش يتصل بيا بعد ما يفتح تليفون، وحطيت راسي على الزاج كنسترجع المكالمة اللي جاتني. وصلت وطلعت في الدروج، وصلت للاستقبال وسولت على رقم الغرفة وطلعت. وصلت لقدامها كنهج، شفتها ناعسة على الفراش كلها جروح وكدمات، قلبي تعصر ألم عليها. وفي هاد اللحظة نسيت كل شي،
نسيت اللي دارتو فيا وتفكرت غير ضحيكتها اللي كانت كتطل بيها عليا من ورا الباب فاش كانت كتجي عندي. تفكرت ايامنا الزوينه وصداقتنا، تفكرت شحال سمعات ليا وفاجاتها عليا، ركزات شوفتها فيا وانا عيني عليها كنشوف في كرشها المنفوخه احتمال يكون قرب موعد ولادتها. دارت لي إشارة غير بإيديها باش نقرب منها، وتمشيت باتجاهها وقلت بحنان جوديا، نفسات بعمق وتكلمات، كنت خايفة نموت قبل ما نشوفك. قلت ليها شت ما تعييش راسك، غادي نمشي نهضر مع الطبيب. وشدات في إيدي وقالت لا شمس ما بقاش الوقت، بغيت نهضر معاك عافاكي سمعيني. قلت ليها سكتي عافاكي، غير كتعيي راسك هكا، احتاز براي ونهضرو. هزات راسها بالله وقالت عافاكي جلسي وسمعيني. درت اللي قالت ليا وجلست وشديت في ايديها كنشوف في حالها وكنبكي. ما بغيتهاش توصل لهنا، ما بغيتهاش تآدى، وما بغيتش عقابها يكون هكا، ما بغيتهاش تموت، خايفة من هاد الاحتمال بزاف. وقلت ليها هاني كنسمعك. قالت انا غلطت في حقك بزاف، ظلمتك وقلت كلام خايب ورا ظهرك، خنتك وغدرتك. انا عمري كنت ديك الصديقة الحقيقية اللي كتبغي الخير لصاحبتها، عمري كنت سند ليك ووقفت معاك حيت انتي صاحبتي، فضلت مصلحتي عليك، لعبت مورا ظهرك واتفقت مع جهاد عليك، درت بزاف وبزاف، ولكن ندمت والله العظيم ندمت شمس، ويا ريت كان الندم كينفع. قلت صافي انساي هاد الشي، فكري غير في راسك وفي ولدك. قالت ولدي، ولدي اختاريت لي حياة حسن من اللي كان غادي يعيشها معايا. استغربت وقلت لها كيفاش ما فهمتش. قالت شمس انا عارفة باللي ما غاداش نخرج من غرفة الولادات وانا حية، بغيت نطلبك طلب عافاكي وما ترفضيهش ليا. قلت لها اشنا هو جوديا قولي. ضيرات على ايدي وقالت بغيتك تكفلي بولدي ولا بنتي، عامليه بحال ولدك شمس، ربيه وكبريه، ما بغيتوش يتلاح للزنقة عافاكي. صدمت وقلت جوديا اشنو كتقولي، انتي غدا تبراي وغدا تربي ولدك وتشوفيه كيكبر قدام عينيك. وهي تقول شمس انا الحمل كان خطر عليا ومع ذلك خليته، بغيت انا نموت وهو ما دنب والو. قلت ليها شنو كتخربقي، واش عرفتي راسك شنو درتي، واش عرفتي شنو معنى ولدي كبر بلا ام؟ قالت عارفه راني غلطت، ولكن متاكده باللي ما غاداش ترفضي طلبي، عافاك يا شمس، ربيه انتي، ما تخليوهمش ياخذوه الخيريه وما تخليهش الجهاد حيت ما غاديش يعرف يربيه وممكن ما يتقبلوش كاع. قلت ليها جهاد عارف؟ قالت لا ما قلت ليه والو. قلت ليها وعلاش؟ قالت حيت عارفه ما غاديش يقبل يكون عنده ولد معايا، وانا نقول خاصو يعرف هو بواه، وزيدون بان ليا باللي جهاد تبدل، واش فراسك باللي هو وفهد خوت؟ قالت اه عرفت، قالها لي جهاد، كنت سافرت لفتره وعمره ما هدر معايا احتل داك النهار، وعاود لي حتى على والديك. فرحت ليك بزاف شمس وعافاكي، ديري هادشي اللي قلت ليك. قلت ما غاداش تموتي، ولدك غدا تربيه انتي. وهي تقول الا كتاب لي عمر جديد غدا ندير اللي في جهدي ونصلح غلطي ونربي ولدي احسن تربيه، ولكن الا فارقت الحياه قبل ما نشوف واعديني ديري بوصيتي. قلت ليها وعد، كان وعدك غدا ندير بوصيتك، بنتك ولا ولدك غدا نديرو ولدي. بدات جوديا كتوجع،
وجات الممرضة وقالت السيدة شدها وجع الولادة. بدأت الممرضة غادة بجودية وهي كتقول ربيها شمس، ما تخليهش الجهاد، ما تخليهش للزنقة، ما تعوديش ليه الحوايج الخايبين اللي درت فيك، ما بغيتوش يكرهني، شمس سمحي لي على كل شي. وتسد الباب ورجعت بخطواتي للخلف وتسندت على الحيط وبقيت كنبكي. تكورت في راسي مسندة على الحيط وكنبكي وتسنيت لمدة طويلة. وقفت في بلاستي كان مسح في دموعي فاش شفت الممرضة خرجت من الغرفة وفي ايديها تريبية صغيرة. قربت عندي ووجهها ممحي من الملامح، حطات ايدها في ايدي وقالت مبروك عليكم، مبروك عليكم وليد. شفت فيه بابتسامة وضميته لصدري وحطيتني فيه على وجهه كنشم ريحته. رجعت شفت في الممرضة باهتمام، قلت ليها وجودية. قالت البركة في راسك أختي، الله يرحمها. سديت عينيا كنت غدا نطيح لو ما كانت شدتني الممرضة وقالت اختي اجي تجلسي الله يصبرك. مشيت جلست فوق المقعد وبقيت كنبكي. شوية سمعت تليفوني كيصوني وكان فهد، جاوبت انفجرت بالبكاء وهو يقول شمس مالكي شنو واقع؟ قلت فهد جوديا ماتت. تصدم وقال اشنو كتقولي، فين كاين انت دابا؟ قلت له في السبيطار، اجي عندي عافاك. فهد عافاك دوز خوض شي حوايج للولد. وهو يقول اش من ولد، واش جوديا ولدات؟ قلت جيب شي حويجات خاصين بالزيادة. قطعت معاه الخط وهي توقف عليا الطبيبة وقالت البركة في راسك، خاصو يتحط في الغرفة مع الوليدات. بقيت شادة فيه وقلت ليها لا لا غادي نديه معايا. وهي تقول دابا ما يمكنش يخرج حتى نشوف حالته واش مزيانة. ارتاحيت وقلت واخا عافاكي خليه معايا شوية حتى يجي راجلي. هزات راسها بواخا ومشات من حدايا ولمحت فهد جاي من بعيد هز في ايدو صاشيات كبار. وقف قدامي وشفت فيه بعينين عامرين دموع وضمني بدراعه وباس راسي وقال ما شاء الله اش حال زوين. قلت له ولكن غادي يكبر بلا ام. قال اشنو وقع عليها؟ قلت من الاول كان الحمل خطر عليها ولكن اختارت انها تخليه وفاش ولدات توفات. وهو يقول الله يرحمها. شفت في الولد وقلت خسارة غادي تحرم من حنان امه. وهو يقول فهد شمس ما تقوليش هكا، ربي معاه وحتى احنا معاه. قلت فهد هي قبل ما تموت وصاتني نتكفل بيه، بغاتني نربيه. وهو يقول فهد وبه. قلت ما فراسوش واش كانت حاملة، خافتو ما يقبلوش. وهو يقول فهد علاش ما غاديش يقبلو، راه ولده هذا شمس ومن حقه يعرف من اللي حملات ويتحمل مسؤوليته. وانا نقول ويلا ما بغاش. قال شكون بحالي، كنت كنتسنى في الله يرزقني بالولاد وها ربي عطاني. فهد تكلف بكل شي وعيط على جهاد وقال له اليوم تجي. جا جهاد في نفس النهار اللي وقع فيه الحادث، تعصب حيت ما كانش عنده علم بالموضوع من قبل ولكن هدر معه فهد وهدنه مرفضش. بالعكس اول ما شافه هزو بين ايديه وهدر معه بحال لا فايق وكيسمع ليه. الشي اللي فرحني انا وفهد وارتاحينا من هاد الناحيه. وبقى فيه الحال على جودية حيت ما تحملش المسؤوليه معها وقرر انه يمشي عند والديها ويشرح ليهم ويطلب منهم سماحة حيت رفضوا أنهم يجيوا للدفن ولا حتى يجيوا يطلوا عليها. ولكن رجع منزل كتافه بخيبة أمل حيت ما بغاوش يسمعوا ليه. تكلف فهد بالدفين ودرنا العزا في الدار. جهاد ما حضرش، قنعوا فهد باش يبعد واحد اليومين
ماشي على حساب موجودية، ولكن على قبل خالتي فضيلة. ما بغاهمش يتلاقاو في هاد الظروف، خصوصا أن جهاد مازال ما فرص والو. دازت سمانة ورجع جهاد باش يشوف ولدو براء. من بعد ما شاف ولدو قال له فهد بلي الأم ديالهم مازال عايشة، وها هي كاينة معاه في الدار. جهاد تصدم وقال له كيفاش هاد الوقت كامل وما قلتي لياش؟ قال حيت الأم ديالنا مازال كتعافى ومازال كتنسى. سولو كيفاش هاد الشي وقع ليها. قال لي فاش مات الأب ديالنا، ملي داز شهر على الموت ديال الأب ديالنا، الوالدة بدات كتفقد عقلها، وكانت جارتها فرملية وهي اللي تكفلات وحطاتني في الميتم وخداتك انت عند سلطانة، وحطوا الوالدة في مستشفى الأمراض العقلية. سولو جهاد قال له فينا هي دابا؟ وراه فهد البيت ومشى كيجري لعندها. ودازوا سنوات بسرعة، مش من سنوات، ودار براء دابا سنة، وانا حاملة دابا في 4 شهور وعندي بنت ان شاء الله غادي نسميها سارة. والحمد لله وليت كنحس بالراحة، حيت اخيرا الامور كلها تصلحات وغادي نعيشوا حياتنا في سعادة. وهذه هي نهاية قصتنا، ونتلاقاو في قصة جديدة ان شاء الله.